خير بركوي. النهارده بقى ان شاء الله هصوم عند صاحبتي، وتقريبا معظم اصحابي نصهم وصل نصهم ما وصلش فوق. تعالوا بقى نشوف اكلنا ايه وايه اللي هيحصل في يومكم. تعالوا يلا سنسير كان هطلعنا، وطلعت مش قادره، صوتهم كلهم جوه اهو. انا دلوقتي هخبط بقى بقى يا جماعه. صاحبتي بتحب البصل اللي انا بعمله، هو مش فن يعني، ده طبعا هناكله مع ايه؟ مع الفسيخ. انا كل اللي هعمله بقطع البصل قوي خالص. البصل بالطريقه اللي انا بعملها دي ما بيخليش اي ريحه، ما بيخليش ريحتنا وحشه يعني ريحه البصل، وكمان مش بيبقى حار وطعمه بيبقى مسكر. كل اللي هعمله بصل وعليه خل، هي جابت ليمون خل اهو، وشويه ميه، حط كمان شويه ميه. والليمون فين؟ على البصل. والله الحكايه مش شغلانه، بس هي بتحب البصل اللي انا بعمله. التكه بقى اللي احنا نحطه في الفريزر شويه، نص ساعه ساعه، فما يديش اي ايه حراره. يلا نجهز الليمون كده نحطه في الفريزر، وبعدين نتقابل بقى الاكل يا جماعه بقى. والايام مع الايه، مع الجريمه القاتله، بس مش بايدي، بايد دودو صديقتي، هي اللي بتجهزه لنا، لان صراحه صاحبه العزومه عامله نفسها بنت ناس، ما بتقدرش توسخ ايديها ولا توسخ الحوض، بس احنا طبعا عملنا كل اللي نفسنا فيه ولا يهمنا. اتكلموا براحتكم يا اصدقاء. ايوه الفسيخ هيجهز اهو. ايوه احنا على طول بنتجمع بقى ونعمل الجريمه دي اساسا. ايوه اتكلمي شويه دودو، في بيتها غصب عنها. هي يعني اللي بيخلينا تعمل، هي بتحب الفسيخ وعاوزه حد برضو يعمل. لا لا، والفسيخ اصلا بيحب اللمه. ايوه فهو اصلا الفسيخ الحلو ما يتاكلش الا مع اللمه. والله يا اصدقائي نفسي اجيب كلكم مره ونقعد ناكل عندها برضو، مش هناكل عندي لان المساحه عندي صراحه ضيقه شويه، هناكل عندها ونوسخ الدنيا. وان شاء الله بنعمل دعوه ان شاء الله نعملها كل شهر. ايوه احنا ناكل فسيخ. اذا انتظرونا كل شهر بقى بايه، بقعده مختلفه. طب هنشوي على البحر ولا ايه دول؟ هنشوي ان شاء الله. هنشوي على البحر. احنا طبعا كل واحد ليه تخصص. يعني انت تخصصك الفسيخ، تخصصنا الفسيخ. دودو هتشوي لنا الفسيخ، وتخصصك اللي انت بتتبلي الفراخ. ايوه انا اعمل لهم الفراخ وبيضه بيشويها. ايوه تمام. وزوجك هنجيب خيمه ولا نقعد كده من غير الخيمه؟ لا هنجيب خيمه ونجيب كل حاجه ان شاء الله. ماشي اروح بقى لكم الوادي. انا هدخل هتبداي تقطعي يا دودو ولا ايه؟ نعمل واحده كده يا دودو نوريها لهم كده بتخليها ازاي. بسم الله ما شاء الله، يا رب ياكلوا كلهم بقلتنا يا رب. هي هتغسلها. انا قبل كده عملت لكم طريقه تفسيخ تفسيخ الفسيخ، بس بقى على طريقه دودو. المره دي بقى هنخلي الفسيخه دي على طريقه دودو. شوفوا بقى في، هنعمل على الكيس ده كمان اهو عشان التاني عليها القشر. بسم الله. طعم من ظهرها. ايوه الريحه فظيعه. معلش بقى يا اصدقائي كان نفسي تاكلوا معايا، معلش استحملوا بقى يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ايوه ما شاء الله. واو فظيعه. ما تبصيش لو سمحت يا صديقتي، انت تخصص رنج، خليكي زي ما انت. بصوا عامله ازاي ما شاء الله، تتاكل بألف هنا يا رب. انت هتسيبيها بقى كده صح؟ عشان صديقتنا اللي احنا معزومين عنها ما بتحبوش متقطع، فاحنا مضطرين ناكله بطريقتها. كفايه ان احنا نوسخ لها البيت ونبهدل الدنيا ونمشي. هتسيبيه كده يا دولا تنضف بس البطن؟ لا هنضف بطنك. تمام عشان احنا بنقرف. صديقتنا بقى رغم ان هي بتعرف، بس بتحب كده، بتحب تمسكه كده وتقوم فاتحاه وهي قاعده تقعد تاكله كده، ما بتحبوش متقطع. سلو كده. ما تتكلموش يا جماعه عشان صوتكم جاي في الفيديو لو سمحت، ما تحرجونيش قدام جمهور. كده اتحط في الطبق بقى يا دودو. ايوه هات لنا طبق كده يا لولو عشان المنظر ده. فسيخة، لكن في فسيخ هنسيبه في بطنه، صديقتنا بتحبه كده. شكرا يا لولو، تسلم ايديكي. وهننتقل الان لركن الايه؟ لركن الرنجه بتاعتنا جاهزه اهي، حطيناها في طبق كده ومعاها تحتها بتاع صينيه البوتاجاز، هندخلها البوتاجاز كده تستوي وتبقى جميله وبعدين نطلعها. الرنجه ما شاء الله طلعت من الفرن. صديقتنا جيجي بقى حبيبه قلبي اللي كانت عامله لنا الفسيخ، هي اللي بتظبط لنا الايه؟ الرنجة اهي. هتقطعيها بقى يا جيجي ولا تسيبها زي ما هي؟ مش هتقطع؟ تتكسفي يا جيجي، تتكسفي تتكلمي، ما تتكسفيش يا جيجي. هتعملي فيها ايه؟ هنقطعها علشان تعرف تتاكل. بس في ناس بيسيبوها زي ما هي، هوريها لكم بقى في شكلها النهائي وكده. ما شاء الله رنجة مستوية جدا وبألف هنا يا رب وصحة لنا. اهي بتحطها في الطبق اهي. فيها بطارخ كمان اهي. مع ان الراجل كان قايل لولو ان مفيش فيها بطارخ. انا بحب البطارخ.
بتحبي البطارخ يا جيجي؟ اه انا ما بحبش البطارخ، خلي بالكوا يا اصدقائي. لا انا باكل البطارخ. اخلص طبق الرنجه وطبق الفسيخه واوريلكوا بقى احنا حاطين. الطحينه بتبقى جميله قوي. قطع على الطحينه وبصل. اه يعني انت قطعت على طحينه وبطارخ. لا احنا هناكلها كده. تمام. هوريكم بقى الشكل النهائي ان شاء الله، طبعا هم مش هيدونا فرصه نعمل طحينه. يلا نشوفكم بقى ان شاء الله على ترابيزه الاكل. من وقت اسيبكم بقى مع المنظر من هنا، الفيو من هنا. ده المنطقه دي فرصه دلوقتي جديده قرب مكان اسمه العدن. هسيبكم كده تشوفوا منظر من فوق من البلكونه. هما بيشربوا بقى الشاي بالنعناع وقاعدين يرغوا وبيشربوا الكازوزه. وقعد تغني لنا دلوقتي وايه وتصيد لنا. هناخدهم مره ونروح البحر نغرقهم واوريكم المنظر بقى في البحر. سيب كده الكاميرا. شايفين كده الاماكن في دمياط؟ كنتوا عايزين تشوفوا شكل دمياط. الخضرة اكتر من المباني، والمباني بمستوى ارتفاع معين. علشان كده بتحسوا ان في هوا جامد. ها المنطقة اللي قصادنا دي هتبقى فنان اجتماعي وهيبقى فيها ماكدونالد على ما اعتقد. المنطقة دي فاضية، هيبقى فيها نادي اجتماعي ماكدونالد، وعلى بعد كده كوك دور وهادي مول، وطبعا محل حلويات. دي بيسموها المنطقة المركزية في مصر دي، وسط البلد. مركز بقى خدمات وبنوك. المنطقة دي مركز يعني منطقة بنوك. ان شاء الله يوم نروح يوم البحر ونعمل لكم كده خروجه حلوه في البحر ان شاء الله. مع الجريمه القاتله. هذا البصل طلع من الفريزر وقطعت لهم الليمون والفسيخ. يا جماعه بعملنا نصه، وفي نصه من ناس بتحب تعمله كده تستمتع بكده. ورينا كده يا سوسو ودرينجه متقطعه اهي والعيش. وطبعا كان نفسنا، كان نفسي قوي اصورهم لكم وهم قاعدين بيمحطوا في الفسيخ، لكن مش راضيين. كان نفسي اجرسهم صراحه. هخلص كده واوريكم. دي بقى اللحظات الجميله مع الشاي بالنعناع بتاع صديقتنا. هي ايه؟ ادمان نعناع. لكن انا بقى مش بشرب الشاي بالنعناع، هشرب ايه؟ ازوزه. انا ده البيبسي. ونخلص كده ونشوف لسه عندنا فاكهه ناكلها، وناكل طبعا اللب وكل الحاجات. هنقعد في البلكونه بقى دلوقتي واصور لكم المنظر في البلكونه، رائع. استني وطبق التين طبعا. صديقتي روحش رجلي، صديقتي انقرضت عليه هنا واحده مش قادره اقول لك، شايله اللوز. كلت الطبق ده كان مليان، كلته كله. بس انا اقول ايه؟ بألف فعلا صح. خلاص ونروح البلكونه بقى اوريكم المنظر في البلكونه. الموقف الرئيسي يعني.
دلوقتي بقى في نهايه السهره زي ما انتم شايفين كده هنعمل قهوه، بس قهوه خضراء دي حلوه قوي بقى لبتوع الدايت والكلام ده، وايه شويه سكر صغيرين من غير سكر خالص. صاحبتي حاضره من غير، انا مش هشربها طبعا، بس قلت اصور لكم الحدث اللي احنا فيه. فين ال عاوزاها تقيله كمان، كمان معلقه قهوه عشان تبقى تقيله، كمان معلقه قهوه كده تبقى خفيفه. بس القهوه دي حلوه جدا لانها كلها اعشاب وكلها فوايد كمان، اهي قهوه معتبره. حطها على النار بقى. اليوم كان جميل جدا جدا، وبنشكر صديقتنا جدا على الاستضافه، صديقتنا لولو يا جماعه اللي بتظهر معانا في اللايف، واختها طبعا هي اللي هتشرب القهوه، ودودو اللي ما اتفقنا في السيخ، وبقيه الصحاب ايه روحوا. نشكر بقى جيجي وكل الاصدقاء اللي كانوا معانا النهارده. في صديقة مش عاوزة اسمها يتذكر اسمها. تخلص القهوة وعنكم ألف هنا وصحة لقلبكم. يمكن بقى المنظر كده مهدى الأضواء بقى، والشرف حلو جدا في الليل، اليوم حلو جدا جدا، ونشكر صديقتنا جدا منه. يا رب دايما عامل، يا رب بالفرح دايما متجمعين عندها في البارك، يا صراحة دايما متجمعنا عندها. ربنا يوفقنا كمان اكتر واكتر، ويتم المحبه بينا على طول، وان شاء الله كمان نتقابل كلنا كمتابعين مع بعض. وده نهايه اليوم، حبيت برضه اصور لكم من البلكونه بتاعتها المنظر بتاع الشارع بالليل. سيبكم ثانيه كده مع الفيديو، اشوفكم ان شاء الله فيديو تاني.